إشارة إلى توجيهات السيد مدير مجال نينوى المحترم المهندس عماد توفيق خلف، قامت كوادرنا العاملة بتنفيذ خط مجرى قطر 600 مليم وخط مجرى قطر 400 مليم في منطقة حي الشهداء خلف الكنيسة، علما أن المديريتين تقوم حاليا بعملية إكساء وتبليط المجرى ونحن في المراحل الأخيرة منه، ومن الله التوفيق. أهالي منطقة حي الإعلام نشكر الجهود المبذولة لما قدمته مجاري نينوى بعد المعاناة الكبيرة التي كنا نعاني منها من جراء المياه الآسنة التي تتوقف أمام الأرصفة، ومعاناة كبيرة بالنسبة للطلاب وطلاب المدارس لما كانوا يعانون منه من أثناء الدوام. بداية أتقدم شكري وتقديري إلى مديرية مجاري نينوى متمثلا برئيسها المهندس عماد، وإلى الكادر الذي نفذ هذا المشروع. حقيقة هذا المشروع خدم المنطقة بشكل ساعد على عدم تجمع مياه الأمطار، وهذا مما أدى إلى إلى النظافة. إلى أنا أدعو مديرية مجاري نينوى إلى المزيد من هذه المشاريع في المناطق التي تحتاج إلى هذه والتي تتجمع فيها مياه الأمطار والمياه المجاري الأخرى. شكرا جزيلا وبارك الله بكل جهد طيب يخدم أهالي محافظة نينوى ومدينة المصور.